اهلا بك. حياكم الله. ابو عبد الله، بدايه، 5 نواب استقالوا من المجلس الى الان، كيف تقيم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية هذه الاستقالات سواء صدرت ممن نحسن الظن فيهم ونختلف معهم في مبدأ النزول، أو ممن يعني يبكي على الكرسي المفقود أو الحليب المسكوب، كلها تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن مصادرة حق الأمة في وجود برلمان شرعي يعبر عنها سيؤدي إلى هذا الانهيار الكامل في السلطات. اليوم في الكويت لا يوجد مرجعية ولا يوجد مشروعية، لأن الأمة تم مصادرة حقها. الشعب الكويتي لا يوجد الآن برلمان يمثله، حتى من كان ينتقدنا، بعض المستقيلين الآن من كان ينتقدنا ويطالبنا باحترام القضاء، أحدهم صرح قبل فترة أن بعض الأحكام تتأثر بالأجواء السياسية وهي أحكام سياسية. لذلك هذا يؤكد أن صحة الموقف، موقف الشعب الكويتي الذي رفض أن يكون جزء من هذه اللعبة. اليوم ثبت أن مرسوم الانقلاب على الدستور ومرسوم الصوت الواحد الذي جلد به ظهر الشعب الكويتي إنما هو طريق لمؤامرة عظمى تتم على الشعب الكويتي، بعد أن كانت التحويلات الكلام بالملايين، بعشرات الملايين، اليوم الكلام بعشرات المليارات. اليوم الحديث الخطير الدائر في الشعب الكويتي حول المؤامرة التي تطال وجود هذا الشعب ووجود هذه الدولة. لذلك لا حل في نظري إلا بعودة المشروعية الدستورية وعودة إرادة الأمة والاصطلاح مع الأمة قبل فوات الأوان. نعم، أبو عبد الله، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يقول إن هذه الاستقالات هي جزء من مؤامرة لتقويض أركان الدولة، ما هو تعليقك؟ أعتقد اليوم يعني الكل يعلم حقيقة المؤامرة التي حدثت، وأن البرلمان، هذا البرلمان الصوري، إنما هو يعني هو نتاج تحالف بين غرفة التجارة وبعض الأقطاب السلطة التنفيذية، والموجودين لا يمثلون حقيقة إرادة أمة ولا يمثلون مصالح الأمة، وهذا ما أدى إلى حتى شطب استجواباتهم ومنع بعض الأعضاء حتى من الكلام. لذلك الشعب الكويتي لفظ هذا البرلمان ويراه أنه برلمان صوري، وأنا أدعو الآن، أقول المسؤولية اليوم على أبناء الشعب الكويتي. الكويت تحتاج موقف. هذا انفراط العقد الذي وصل الآن إلى 5 من نواب البرلمان الحالي الناتج عن قانون صنيعة سلطة، يحتاج موقف للشعب الكويتي. أنا قناعتي اليوم أن الشعب الكويتي يجب أن يكون له موقف من كل من يدخل الآن قاعة عبد الله السالم، لأن كل من يدخل الآن أصبح سواء برضاه أم عدم رضاه، بإرادته أو عدم إرادته، جزء من مؤامرة تتم على الشعب الكويتي. نعم. اليوم الكويت وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، أصبح أبناؤها يتابعون كيف تقسم وتقطع بين أصحاب المصالح. لذلك حدث ما توقعناه، وبالفعل ما بني على باطل فهو باطل، اغتصاب إرادة الأمة، تغيب الشعب الكويتي الآن يتهاوى، لكن أنا أحذر سيقاتلون أصحاب المصالح حتى ينفذون مشروعهم الخطير. نعم دكتور، في مصادرة كل ما هو جمعان حق للشعب الكويتي حتى ما يتعلق. دكتور جمعان، برأيك هل تفتح هذه الاستقالات الباب أمام مزيد من الاستقالات وبالتالي يترتب عليه حل المجلس أم لا؟ أنا أتوقع الآن الموقف يجب أن يكون موقف ليس باتجاه استقالات من برلمان صوري في نظري، وإنما يجب أن يكون موقف من قانون فصلت السلطة لإيجاد هذه البرلمانات. هذا ثاني برلمان ينهار. البرلمان الأول أسقطته السلطة عن طريق القضاء، البرلمان الثاني الآن ينهار من الداخل. الشعب الكويتي لن يقبل تجربة ثالثة، وسيكون له موقف أيضا. وأدعو جميع الآن أبناء الشعب الكويتي أن يكون موقفنا ليس باتجاه برلمان في هذه الصورة، وإنما باتجاه العلة الأساس، وهو مصادرة حقهم في وجود برلمان يمثلهم، إلى برلمان يمثل تحالف غرفة التجارة والسلطة وبعض الأقطاب في السلطة.
نعم، أنتم في المعارضة دكتور جمعان كيف ستتحركون في ظل الوضع السياسي الجديد؟ المعارضة في الحقيقة تعددت يعني تحركاتها سواء في الأغلبية أم في الائتلاف أو في الرموز مثل هذه المحنة، يتفاوت الناس حتى في الأداء. أنا أعتقد الدور اللي يؤديه كثير من يعني أعضاء الأغلبية على رأسهم النائب مسلم البراك والندوات التي تقيمها الأغلبية عززها الآن صراعهم على الكويت، صراع أصحاب المصالح على السلطة. هم يتقاتلون الآن لرسم النظام القادم بما يخدمهم ويضيع الكويت. صراعهم الآن أدى إلى انكشاف جميع الأوراق. لذلك ما زلت أعيد وأكرر، يجب الآن أن يكون لنا موقف من كل من يذهب يدعي أنه يمثل الشعب الكويتي وفق قانون صدر رغم أنف الشعب الكويتي والمقاطعة يعني استمرت دورة والآن دورتين والآن ينفرض هذا العقد. نعم، عضو مجلس الأمة السابق دكتور جمعان الحربش، شكرا جزيلا لك.